إذا في عندي ثلاث طرق، ثلاث طرق نطلع على ثلاث طرق. الطريقة الأولى واضحة، مش هيك؟ نعمل تريجرينج عن طريق تريجرينج انجكتينج a current into the gate there. وهي عادة بنحط فولتج ما بين يابلاي فولتج بين ايش وايش؟ بين الجيت والكثر. تمام، شكرا. لانه بين الجيت والكثر ايش فيه؟ في بي ان جنكشن. لاحظوا، تذكروا هاي بي ان جنكشن هي تبعت الام بي ام بي ان بي ان ترانزستور. مش هيك احنا كنا نشغل نقول المرر كرنت، وهذا بعطيني الاي بيس، البيس كرنت للام بي ان ترانزستور اللي تحت كان، وهي بعدين بدات العمليه. اذا هون انا بحط، وبدي اتاكد طبعا until ايش؟ the anode current attains its latching. لازم استنى اتاكد انه وصل الفاليو قبل ما اشيل. ولذلك اذا عندي اللود كان ار ال، ايش لازم انتبه؟ لما كان عندي اللود ريزيستيف الكرنت كان يطلع مباشره، مش هيك؟ او بس لما يكون اللود عندي ار ال، ايش راح يصير؟ تذكروا من السيركتس لما درستوا سيركتس 1، لو كان عندي دائره فيها اندكتر وريزيستر، وعندي هون سويتش وعندي هون دي سي سورس، والانيشال فاليو زيرو، سكرت السويتش ات تايم في زمن معين، ونفترض هاي الفولتج كانه اللي صار على ال ال ار سيركت من هون، ايش راح يصير بالكرنت؟ قديش التايم كونستنت؟ هذا طبعا اي ال اذا بدك تسميه، قديش التايم كونستنت؟ ال على ار. اذا ممكن هون اذا كان هذا اللود هيفلي اندكتيف ما يطلع هذا بسرعه، ياخذ وقت اكثر حتى يطلع، ولذلك هذا وين بدي اخذه بعين الاعتبار؟ until the IA attains its latching value. لازم تحافظ عليه حتى IA يوصل للاتشنج فاليو. احد الاشياء اللي ممكن تبطئه انه يوصل لاتشنج فاليو تبعه وجود heavily inductive load. لذلك راح تلاقي وين عندي heavily inductive load، ايش راح تلاقي الويت تبع البلس؟ اعرض، تمام؟ لازم تكون اعرض حتى تاخذ هذا بعين الاعتبار. اذا هذا اول شيء. ثاني، هلا بتتذكر المرة الماضية كنا نحكي انه اللاتشنج، انه ليكج كرنت بمر عندي بهاي الدائرة، مزبوط؟ إذا بنرجع نرسم الدائرة، رح أرسمها بنفس الطريقة اللي كنا راسمينها، اللي هي هون حطينا البي ام بي ونزلنا هذا على الام بي ان، وهذا سميناه الانود وهذا سميناه الكاثود، مزبوط؟ وننسى الجيت هلا للحظة. لما باجي بحط فولتج هون مش بيبدا ليكج كرنت يمر عندي؟ هو اوف، الديفايس اوف، بس الا يمر ليكج كرنت. الليكج كرنت على فكره بدك تفكر فيه كانه عندي ريزيستنس، هذول مهما كانوا جنكشنز ولا مش جنكشنز فيهم ليك، فيهم ريزيستنس، راح يبدا يمر عندي هون ليكج كرنت. لو ضليت شوي شوي ازيد الفولتج بين اي وكي لحد ما الليكج كرنت ايش وصل لاي قيمه؟ اللاتشنج. شو راح يصير بالديفايس هاي؟ راح تعمل سويتشنج اون. ماشي، واضحه هاي؟ بدون ما اعمل شيء على الجيت. هاي مش طريقه ريكومندد، مش طريقه محببه، مش الطريقة الصحيحة حتى اشغل، لكنها راح يصير، راح يشتغل هذا الديفايس، وممكن ما يخرب، ممكن يشتغل ويعمل كوندكشن كأنه بيحمي نفسه. يعني لو جيت هون هلا، هذا طبعا رقم كبير راح يكون، مش رقم صغير، يمكن يكون مثلا في فورورد بريك داون فولتج بيساوي فرضا 800 فولت. معناها انه انا لو جيت حطيت فورورد فولتج يعني بوزيتيف هون ونيجاتيف هون باتجاه الكوندكشن تبعه، مش هذا الايكوفلنت تبعه بالرسمة، هو راح يكون هيك، هاي كاثود وهاي انود وهاي جيت. رحت حطيت بوزيتيف فولتج هون ونيجاتيف فولتج هون وسميته فورورد، هو فورورد فولتج مش هيك؟ بس ايش راح يصير عندي الان؟ كانه راح يصير عندي بريك داون. بضل ازيد هذا الفولتج، لما بزيد هذا الفولتج راح يضل يزيد عندي الليكج كرنت.
لما الليكش كرنت يوصل قيمه مساويه لللاتشين كرنت ايش راح يصير بالديفايس؟ راح تشتغل بدون هذا. اذا هذه هون في اي كي مور ذان ذي فورورد بريك داون فولتج، لانه هذا بيؤدي انه الليكج كرنت يزيد، بصير الليكج كرنت يعني هذا بيؤدي انه الليكج كرنت اكبر من اللاتشنج كرنت. انود لاتشنج كرنت اذا زاد الليكج كرنت عن الانود لاتشنج كرنت راح يعمل كونداكشن. هذا بنسميه سبيريوس، سبيريوس تريجرنج، يعني هي طريقه تريجرنج ما بدنا اياها احنا، بس راح تصير في الواقع اذا انا ما انتبهت، راح يصير عندي، راح تسبب مشكله اذا انا ما انتبهت. ولذلك انا لازم اقرا الداتا شيت واتاكد انه هذا الفولتج انا ملتزم فيه، ما بزيد عنه، ما بصير يعني هاي هذا الاس سي ار ما بيقدر يعمل بلوكينج لفولتجز اعلى من هذا الفولتج، مش هيك؟ في فورورد بريك داون ما راح يقدر يعملهم بلوكينج، لانه لو حاول يعملهم بلوكينج ايش راح يصير عندي؟ راح يصير في ليكج كرنت، الليكج كرنت راح يصير اكثر من لاتشنج كرنت، راح يشتغل، واذا اشتغل راح يضل اون لحد ما ايش؟ لحد ما الكرنت يرد يرجع مره ثانيه وينزل بلو الهولدنج كرنت، لحد ما ينزل تحت الهولدنج كرنت. اخر طريقه كمان هي راح احط كلمه سبيريوس، سبيريوس بعرفش ايش احسن كلمه لها بالعربي، سميه سبيريوس تريجرينج. سبيريوس يعني هي مش كنترولد، ان كنترولد، بس هي في له كلمه احسن من هالكلمه. سبيريوس يعني عم بيعمل كوندكشن، انا ما قاصد اني اعمل له كوندكشن، هو عمل كوندكشن بالخطا او بطريقه غير مقصوده، زي مع فارق التشبيه اللي ماسك مثلا مسدس وروح يضغط على الزناد بالغلط، هاي مثال يعني. ما بدي انا يعمل كوندكشن، ما بدي يعمل كوندكشن، بس سبيريوس تريجرنج راح يصير كوندكشن بهاي الحاله اذا زاد هذا الفولتج عن القيمه الليمت. هاي وين بلاقيها الليمت؟ بالداتا شيت، وهلا راح نشوفها. الطريقه الاخيره، انا بتوقع الطريقه الاخيره التفسير العلمي لها هو انه في عندي الموديل هذا في كاباسيتنس، يعني احنا ورجعنا لهاي الدائرة، لهاي الدائرة مكونة من كم جنكشن؟ وهاي الديفايس كم جنكشن فيها؟ لا انتبه، جنكشن ثلاث جنكشنز واربع سلابس، مش هيك؟ اربع قطع وثلاث جنكشنز، وهاي اخر واحدة احنا عارفين انها لازم تكون هذه بي وهذه ان حتى تصير بي ان جنكشن، وبعدين عندي هون ان وبي، هذا الانود، هذا الكاثود، وهذا الجيت. هذا الموديل اللي احنا رسمناه من هون، لو انا بدي اعمل الالكترونيك موديل، كيف كنتوا بتعملوا انتوا سمول سكيل هاي فريكونسي موديل للترانزستور والاشياء هاي، هون ممكن يكون في عندي خصوصا اللي بكون ريفرس بايس، مين الجنكشنز اللي بتكون ريفرس بايس؟ هاي مثلا الام بي، مضبوط، هاي فورورد بايس لما بيكون كوندكتنج، وهاي فورورد بايس، بس بين الان والبي ايش راح تكون هاي الجنكشن؟ ريفرس بايس، مضبوط. الجنكشن عاده ريفرس بايس، احد المودلز ممكن احط لها كاباسيتنس، مضبوط. هلا الكاباسيتر، لو انا سكرت على دائره كاباسيتر، اطلع هلا على الدائره هاي معي هون، لو انا حطيت هون سويتش، حطيت كاباسيتر، عفوا علي صوتك، كابلينج بيشبه الكابلينج، ممكن في شبه اللي كنت تعمل انت كابلينج عشان تمرر اي سي سيجنال ويضل البايسنج موجود بالنص، مش هيك؟ بيشبه، بيشبه وفي شبه. طلعوا هاي الدائره، ايش الدائره هاي فيها؟ ار وسي، وعندي هون في، في اللحظه اللي بسكر فيها هذا السويتش ايش ببين الكاباستر كانه؟ لا، اللي بسكر فيها هذا السويتش، هي في لها تفسير علمي اكثر من هيك، بس باللحظه اللي بسكر فيها من هون هذا السويتش، هذا راح يبين عندي كانه للحظه لفتره قصيره جدا شورت سيركت، لانه انتم اخذتوا الاناليسيس هون، مزبوط؟ في البدايه راح يبدا يمر عندي كرنت، بعدين ايش الكرنت راح ينزل؟ طلعوا ليش؟ خلينا نحكي ليش. الدي في على دي تي ما لازم تغير فجاه عندي هون، مزبوط؟ في اللحظه اللي سكرت فيها السويتش شو صار عندي حسب كي في ال؟ قديش الفولتج هون؟ الفولتج تبع السورس، مزبوط؟ طيب هذا الفولتج قديش كان قبل ما اسكر السويتش؟
قديش لازم يضل بعد ما اسكر السويتش؟ دي في على دي تي بصير. اذا قديش راح يكون الفولتج عندي على ار باللحظه اللي سكرت فيها السويتش؟ هو نفسه الفولتج اللي هون مزبوط. اذا في فولتج عبر الريزستر ايش لازم يمشي فيه؟ كرنت. راح يمر كرنت. بعدين طبعا شو راح يصير بالكرنت؟ راح يضل يقل ويقل. في النهايه بعد ستيدي ستيت قديش راح يصير الفولتج هون؟ الكرنت قديش راح يصير بعد فتره طويله؟ زيرو. قديش راح يصير الفولتج هون؟ هذا السويتش مسكر عليه الفولتج زيرو. اذا الفولتج هون شو لازم يساوي؟ الفولتج اللي على الكاباستر مزبوط. فالكاباستر راح يصير عليه في اس. اذا كانت هذه في اس راح يصير عندي هون في اس. ماشي. اذا الفكره انه اذا فجاه غيرت الفولتج انا هون لما حطيت هيك شو دخلت كاني ستيب فانكشن مزبوط. نفس الفكره اللي بتصير عندي موجوده هون. اذا فجاه جيت عملت هاي فاليو اوف دي مش هذا دي في على دي في عالي جدا يعني تطلع على ستيب فانكشن زي هيك هذه في اوف تي جيت قلت لك هاي في انبوت للدائره هون هاي مثلا قديش دي في على دي تي بالفتره هاي زيرو وفي دي في على دي تي بالفتره هاي قديش دي في على دي تي بالفتره هاي انفينيتي لانه امبلس مش هيك اذا عندي الفولتج بتغير فجاه ايش راح يصير بالهون عبر الجنكشن هاي في عندي كاباستنس الموديل اذا دي في على دي تي عالي راح يمر كرنت اذا الكرنت هذا اللي مر اعلى من ايش كان اعلى من لاتشين كرنت شو راح يصير بالجهاز هذا اذا كان عندي دي في على دي تي او خليني احدد الدي في اي في عمالي بحكي اي كي اي كي اذا كانت دي في اي كي اعلى من القيمه المحدده اللي بديتها شيت يعني هون خلينا نسميها اعلى من الست فاليو يعني اعلى من قيمه معينه طبعا قديش هاي وحدتها لازم تكون علي صوتك فولت بير سكند مش هيك او هي راح تطلع فولت بير مايكرو سكند او 100 فولت بير مايكرو سكند او شيء عم نحكي عن فاليو عالي جدا قد ما تكون هاي الكاباسيتنس صغيره من هون اذا كان دي في على دي تي عالي راح يمر كرنت والكرنت هذا اذا تجاوز الليكج كرنت راح يكون اللاتشنج كرنت راح يعمل سويتشينج هون اذا هاي فاليو حتى لو الفولتج الفعلي ما تجاوزش في اي كي اوكي ماشي واضحه هاي ما تجاوزش في اف بي يعني انا بسالكم سؤال بصير دي في على دي تي يكون عالي جدا وفي نفسه يكون منخفض مثلا هي مثال اطلع على مثال هون هل ممكن يكون عندي انا هاي تي وهي في تي وفي تي هون لا يمكن بهاي الدائره تتجاوز 10 فولت 10 فولت رقم متواضع مزبوط لكن لو هاي تغيرت من 0 ل 10 فولت خلال فتره 1 مايكرو سكند قديش دي في على دي تي بعتمد على السلوب تمام هيو قديش احسب لي اياه 10 على 1 مايكرو سكند مش هيك اللي هي كانها 10 مليون فولت بير سكند 10 مليون فولت بير سكند وانا ما عنديش هون غير 10 فولت بصير واضحة هاي النقطة؟ ما تفكر انه دي في على دي تي بتطلب فولتجز عالي جدا، حتى بفولتجز منخفضة جدا، انا بحكي عن ريت اوف تشينج، الريت اوف تشينج هو مضبوط بضلش غير لفترة 1 مايكرو سكند، بس خلال فترة ال 1 مايكرو سكند هاي دي في على دي تي كانت 10 مليون فولت بير سكند او 10 فولت بير 1 مايكرو سكند، اذا هذا هاي ريت اوف تشينج اوف في اي كي، وفي اي كي اللي هي الانود كاثود فولتج هذول هم الثلاث طرق هذول التنتين سبيريس تريجر هاي الطريقه وهاي الطريقه سبيريس تريجر هاي هي المفروض الطريقه اللي احنا نتبعها وهذول بدنا نحاول نتجنبهم اذا انا ما صممت الدائره بشكل صحيح يعني if I'm in control ايش لازم يصير لو انا فعلا متحكم بالوضع شو لازم يصير لازم يشتغل في الوقت اللي انا بدي اياه يشتغل وما يشتغل في الوقت اللي انا ما بدي اياه يشتغل مزبوط إذا أنا مصمم الدائرة بشكل صحيح راح يصير هذا لما بدي إياه وما راح يصيروا هذول الاثنين في الوقت الخطأ وهذا أهميته الديزاين الصحيح ماشي في أسئلة على هاي قبل ما نروح على الداتا شيت